تضررت من كونه غايب، إذا تضررت بغيبته فله مهما تغيبت بعد، مهما تضررت بغيبته أو تمرده أو أي شيء، فلا حق أن تفسخ عقد نكاحها عند الحاكم الشرعي كما ذهب إليه الشوكاني في مؤلفاته، لكن لم يطبق لأنه ليس بملك ولا خليفة يطبقها. كان يطبقها في أيام ما قد كان حي وعد كان شيخ إسلام، فيؤتى له بشكية فيقول إلى الحاكم الفلاني لا مانع من سماع دعوى المرأة هذه، فإذا صح أنها متضررة فلا مانع أن تفسخ بعقد الكاحية تتزوج. في أيامها كذا عد كان ينفذ أشتاداته بالأوامر للحكام، لأن الأمر والنهي قد كان القاضي القضاء وشيخ الإسلام، وهو كان قاضي قضاة اليمن وشيخ الإسلام، وقد فوضتها الدولة في الأمور الشرعية يعمل ما يشاء ولا اعتراض عليه ولا اعتراض عليه. لكن بعد موته رجعوا يفسخوا، لا يفسخوا النساء المتضررات. جاء في أيام الإمام يحيى قال لا مانع للمرأة أن تفسخ عقد نكاحها عند الحاكم الشرعي إذا غاب زوجها، ولكن بشرطين: الشرط الأول بعد 4 سنين، الشرط الثاني أنه ليس ما هناك من ينفق عليها، لا معها ولد ينفق عليها ولا أب ولا أخ. أما إذا كانت كان معها أب أو أخ أو ابن فينفق عليها ولا تفسخ عقد نكاحها. أي أن الإمام جعل العلة هي الغداء والعشاء والإنفاق، مع أنه ليست العلة، العلة هي الوضع، فلها حق من في الوضع. ولهذا اختيارات الجمهورية اليمنية أن للمرأة أن تفسخ عقد نكاحها بعد سنة إذا هو غير منفق عليها، ما بينفقش عليها، تأتي بإذن الشهود يشهدوا أنه غاب عنها، وبعد ما يشهدوا يفسخ عقد نكاحها. وإذا هو بيرسل لها ريالات سعودية أو دولارات أمريكية، ولكنه ما جاش قد تزوجنا في هذه البلاد أو أي شيء ما تدري جاش، فلها حق أن تفسخ عقد نكاحها بعد سنتين ولو كان منفق، إذا كانت متضررة من ناحية الوضع، ولا ما هو بيرسل الريالات وبيرسل الدولارات، ولكن بفلتها وعادي في 20 سنة لها حق أن تطلب فسخ عقد نكاحها عند الحاكم الشرعي المتولي في المنطقة، ويرسل بالحكم إلى المحكمة العليا، والمحكمة العليا تقرره، ثم تعتد بعد خروج الحكم، ثم تتزوج بمن تشاء أن تزوج به، ولو كان يرسل لها الريالات السعودية أو الدولارات الأمريكية مهما كانت متضررة، لأن العلة عند وزارة العدل هو ما قال الإمام الشوكاني أنها التضرر، ولو كان في السماء مش في غير في مكة، ما دام هي متضررة فللمرأة. إذا هي تصبر أهلا وسهلا، كان الله معها وفي تصبر، ما نوجبش عليها تفسخ نفسها، لكن إذا حضرت تضرب إلى المحكمة فالحاكم يا لا مانع له أن يسمع الدعوة ويسمع الإجابة، إذا قد صح عنده أنها قد مضت سنتين عليه فلا مانع لها، ولا سيما في أي هذه الأيام أيام الفساد. الرعوية الأولى كانت تصبر في أيام قبل 50-60 سنة، كانوا يتغيبوا في بر السودان وفي الحبشة وفي بلاد الصومال أهل اليمن المتغربين،
ما قد كان شبه السعودي، عاد السعودي نفسهم بيتغربوا هم، عاد كانوا فقد كانوا يتغربوا على اليمن في السودان وفي الحبشة وفي وفي الصومال وفي غيرها في أمريكا، كانوا يذهبوا مثل أهل دعوة على الشعر يذهبوا أمريكا، والبرعة تغسل وتصبن وتطحن وتنكي وتعمل كل شيء، وما بيش معها سراج ولا اتريك ولا معها شيء، وبعدها تشرج أمد ما تتعشى وتعتفت، وبعضهم ترقد وسينا القهوة فيها وتنتعث القهوة فوقها وتبسعها، وبعضهم تنوم فوق الطفل حتى تتيل هذاك الضرع يعجى وتنوم قد يتاعبه وتتطفحه وتقوم تصوم شهرين متابعين. كان هكذا حكت العين، لا عاد بتطحن ولا عاد بتكبي، وبالتلفز طول الليل وتفشل الروايات وتفشل العفاض عيلات وتفشل اللي بيلعبوا الرياض وافخاذهم من الخارج وتفشل كل شيء، وبعدها تحتلم تحسها عندها ما عاد لا هذا ولا شيء، فتضطر انها تفسخ عقد نكاحها تتزوج قبل ما تحرم قبل ما هذا. جيت لعندي مره وانا في مكتب رفع المظالم، قالت سوي امر للحاكم انه يفسخ عقد نكاحي، لكن امر جازم ما بش هذا سر. قلنا ما يأمرش على الحاكم، الحاكم قلده الله الشيء بنظره، لكن نعملش توزيع لا عنده. الأخ فلان بن فلان يرجى منكم سماع الدعوة والإجابة من المرأة الفلانية إذا كان بيدها براهين تدل على صحة ما قال أن زوجها قد قام عنها عامين وأنها متضررة إلى آخره، وهو يجري اللازم. واحد الثاني قالت سوي أمر قبل ما أخرج من الخط، شبهت نفسها إذا هي متزوجة من خط السيارة يعني بعلانة، وإذا هي انحرفت مثل ما تنحرف السيارة من الخط وتصدمها سيارات ثانية، ما فيها شيء، بتقول سوي أمر قبل ما أخرج لكم من الخط، بعدها تقولوا له فطبعات فعلات تركت. فالنساء حق هذا اليوم قد ثانية في اجتهادات وزارة العدل في بابها، اجتهادات وزارة العدل في محلها، لأن ما عبش هذا قد كانت الرعوية والغيرة ترقد وهي تاعبة شاقية، قد عملت الكبه، قد عملت الخباز، قد عملت هذا، قد حطبات دعين قد يتبه وسط البيت، هذا طلعت للجبل تحطب وتطحن وتعمل كل شيء، باجي بعد العشاء لو قد رقدت وعقد العين فارغة بالتلفز طول الليل والكهرباء، وبعدها تضطر أنها تفسخ نفسها. في اجتهادات وزارة العدل هذا في هذه الظروف ضروري قبل أن تخرج من الخط. واحدة ثانية قالت أنا متحزم على ناس، شو على بلاغة فيه، أنت متحزم بالحزاء والجنبيغ، أنا متحزم بناس، بمعنى أنها قد تشتي زوج خوري زوج بهاب سنة أو سنتين وهرب أربع خمس سنين، فنسوي لذلك ساعة توزيع للعد، ولهذا بيفسخن نفسهم بعضها، واحدة فسخت نفسها وتزوجت لو ما وقعت أزمة الخليج وزفروهم كلهم، رجع ما جاء إلا وقد فسخت نفسها وتزوجت وما زوجها الجديد أو طلقها ورجع يتزوج من ذا العين وذا العين لأن خادمة الطويلة. فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم حينما قال إن لأهلك عليك حقا، هذا هو الدليل الذي استدل به الشوكاني والذي استدلت به وزارة العدل، أن للمرأة حق في الجماع وأنه لا ينبغي له أن يضاررها، وأنه إذا غاب عن وطنه مطلقا من تمرد سواء غاب عن وطنه
أو تمرد وهو جالس في البلاد لكن ما اتصلش بها مدة سنة أو مدة سنتين، فالآن تفسخ نفسها، إن بالك أو إن محبوس قد حكموا عليه بالحبس مدة 4 سنين، لها حق أن تطلب فسخ عقد نكاحها قبل ما تخرج من الخط، ما دام قد مضت عليها هذا المدة بعد سنتين فلها حق أن تطلب فسخ عقد نكاحها عند الحاكم الشرعي وتبرهن عليه مطلقة، سواء كان محبوسا حكمت عليه المحكمة بحبس 3 سنين أو 4 سنين، أو كان في البلد ولكن متبرد أن يصل إليها وهي متضرره، أو كان غائبا، وسواء كان غائبا معروف أنه غائب أو مجهول. فالخلاصة أن هذا الحديث الذي قرأناه الذي قال إنا لأهلك عليك حقا وهو حديث صحيح هو مستند العلماء الذي قالوا أن المرأة تفسخ عقد نكاحها إذا تضررت من عدم وجود زوجها عندها مطلقة، سواء كان محبوسا حبس مؤبد أو 4 سنين أو 3 سنين، أو كان متمردا أو كان غائبا، وسواء كان غائبا معروف أينه، أو ولو بيرسل لها بفلوس واحد الرعوية يرسل لها زوجها من البلاد اسمه بفلوس، كان تاو صارت تتجعول تشتري هاي بتخبر كلها، فلقيها رعوي وبيقول لها باب تفعلي قد اشتريت لي كذا واشتريت كذا واشتريت كذا، بارك الله في قدر رسالة الله لي من الله من هذا زرت خيرت كذا إذا تين واشتريت كذا كذا، قلت شعوات هاي ما بش مثل جعالة البحري في يميل هذا الشيء الثاني، وانتي حان بفر ما هذا كدور مطلب ما بش مطلب في يموت من الجوع، أما الرزق والأكل والشرب والمطلب اللي في الشارع كدو شابع شي منش من الشيء الثاني. تعقدت حالا وذهبت إلى المحكمة قالت أنا فازع عقد نكاحي شدي لك المشاهد كذا كذا وحكم عليها وصارت زوجت، ما هذا يا الذي قال لها كذا، قال واسمه هذا ما بش مثل الجعالة الثانية، ما هذا كذا المطلوب بيأكل هذا اللقمة ما انت عانبه هو اللقمة شيء من الشيء الثاني. وأيضا تعكدين النسوان العجائز الأولات مسكينات كان يفلتها ويزيل الصومال أو الحبشة أو أمريكا وما يجي إلا وقد معه فلوس كثيرة وزوجته قد صبرت 10 سنين كدي سودة من كثرة الرعوية من كثرة الزراعة وما بين بتحمي أو بتسري أو بتحطب كدي سودة ملعوزة وهو قد مزلط يصير يدي مرشدي يتزوج فوقها وتعيد كدي عاومي ما عاد يحاكيها. تعكدين العجائز فقالا للصغار يا عكت والدي شكوم يفسخيه مرعي الليحين ما نكره وكذا يجي ويبنن شوية الفلوس هو يجي يزوج فوقش كذا فلان صبرت على فلان لا ما تم تزوج وفلان 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 حالا تتعكد ويصير تفسخ عقد نكاحها. نعم